السلام عليكم. هاتي هي رافعة سامي من النوع القديم، 25 طن. هذا المظهر الخارجي. هاتي هي موديل 2012. هاتي هنا إلى أذرع الارتكاز. قد كان لنا فيديو سابق حول كيفية العمل بالأذرع وسنعيده للإفادة. أولا هنا نرى هذا الرسم كما هو مبين هنا، كما هي متجهة الرافعة إلى الأمام. ننظر إلى، يقول أن الأرجل الأمامية 1 2 3 4، ونحسب هنا 1 2 3 4، وهذا خاص بالرجل التي هي أسفل قمرة القيادة، وهذا للإخراج وللإدخال. إذا عند إخراج العوارض، طبعا نخرج العوارض من الجهة التي نريد أن نعمل بها، فللأعلى العوارض وللأسفل الأرجل. إذا فأنا أرى رقم 2 و4، أين هنا 2؟ هذا 2 وهذا 4، وهكذا تخرج. ثم تنزلهما إلى الأسفل هكذا، ثم تخرج الأرجل كذلك الجهة الأخرى. هذه للرجل الأمامية هنا لزيادة السرعة وإنقاصها، وهذه قاطعة الكهرباء. هنا فلتر الهواء، وهنا قارورة الماء. هذه لفافة الحبل الرئيسية، وهاته الثانوية، هي لا تعمل. هنا خزان الزيت الهيدروليكي، وهنا مستواه يأتي من الجهة اليمنى للرافعة. نذهب إلى الجهة الأخرى. هنا الرجل الأمامية التي أخبرتكم عنها، وهنا فلاتر الزيت المحرك. نأتي إلى الجهة المقابلة من هنا، هذه قارورات خاصة بالهواء، وهذا فلتر المازوت. وهذه هنا الأرجل الأخرى التي هي على يسار الرافعة. طبعا قلنا دائما ننظر إلى الرسم هنا، فالجهة اليسرى للرافعة نرى أن رقم 1 و3. أين هو رقم 1؟ هذا رقم 1 وهذا رقم 3، هكذا للأرجل وهكذا للعوارض. هكذا تخرج الأرجل سواء أو العوارض، ولإدخالها هكذا. هنا المستوى التوازن، وهذا خاص بخزان الوقود. نأتي إلى قمرة القيادة، عندنا هنا الفاصل وهنا المكبح وهنا دواسة السرعة، هذا لتشغيل الرافعة. هذا خاص بالساحات الزجاج، وهذا خاص بغمازات اليمين واليسار والضوء. هذا خاص بضغط الهواء، وهذا بدورة المحرك، وهذا ضغط الزيت، وهذا لسخونة الماء، وهذا للسرعة، وهنا البطاريات، وللأسفل هنا المازوت، المذياع والمكيف للأسفل. هذه الأغفال الله أعلم ماذا تعمل. هذه بالأضواء والمنبه،
هذا لتشغيل المحور الثاني الرافع، وهذا خاص بتحويل نقل الحركة إلى الأعلى. وهنا المكبح اليدوي، وهنا عمود تحويل السرعة. طيب طبعا لنقل الحركة إلى الأعلى تقوم القيادة العليا، ما عليك إلا أن تجعل المكبح هكذا، ثم تضغط على الباص هكذا، ثم تختار أي رقم 1 أو 2 أو 3، في نفس الوقت تبقى تأتي إلى هنا وتضغط على هذا، تبقى ضاغطا، ثم ماذا؟ ثم تترك رجلك هكذا فيشتبك المسننات التي تحول السرعة لقمرة القيادة، التي تحول الحركة إلى قمرة القيادة العليا، ثم تصعد وتعمل. إذا أردت أن تنزعها ماذا تأتي؟ أول شيء تأتي لهنا، تضغط على الفاصل، تبقى ضاغطا هنا، ثم تنزع هذا الفاصل فتشتغل. سنصعد إلى قمرة القيادة العليا. هذه هي قمرة القيادة الرافعة من الأعلى. عندنا هنا المنبه، وهذه دواسة السرعة. هذه الأذرع قد تظهر غريبة، ولكن أنا أول مرة أعمل بها. عندنا هنا الالتفاف إلى اليسار، وهنا الالتفاف إلى اليمين، هذا لإخراج التلسكوب، وهكذا لإدخال حركة الإنزال السهم، وهكذا قصد الذراع، وهذا لرفعه، هذا ينزل الحبل الأساسي، وهذا هكذا يرفع، هذا الحبل الثانوي الذي لا يعمل. هذا مفتاح نهاية الشوط، هذا ليظهر لك بأن نهاية الشوط قد بلغ المستوى. هنا ضغط حرارة المحرك هنا، وهنا ضغط الزيت، وهنا لإطفاء المحرك، وهذا لمفتاح الشانتاج، وهنا لإيقاظ الرافع. أول شيء يخرج لك هذا، ما عليك إلا الضغط على أفويد، وعندنا هنا عدد لفات الحبل، وهنا نوع الحامل، وهنا طول التلسكوب، وهذا لكم تقدر على الحمولة، وهنا كم أنت تحمل، هنا طول من الأعلى إلى الأسفل للحامل، وهنا المدى، وهذه الزاوية، هذا لإسكات الصوت، وهنا لإلغاء الميني التي دخلت إليه، وهنا لتغيير عدد اللفات. انظر عند الضغط هكذا يتبين هكذا، وهذا لتغيير الحامل هذا هنا أو السهم المساعد، وهذا للإعداد البرمجة كالساعة وغيرها. عند إشغال سأريكم كيف تعمل.